طالبة بالليل سارة من قسم العلوم الفلاحية تخصص إنتاج وتغذية حيوانية. اليوم أنا مشاركة في المعرض وذلك بتقديم مشروعي اللي هو حضنة لاكس. يعتبر هذا المشروع تثمين لمصل اللبن في الأعلاف المركزة الموجهة لأبقار الحلوب والدجاج اللاحم. يتمثل هذا المشروع في تثمين وإعادة تدوير مصل اللبن الذي يعتبر نفايات من مصانع الحليب ومصانع الأجبان، حيث نعود نثمنوا هذا النفايات أو اللي نقولوا عليها ناتج ثانوي، بحيث نرجعوها بودرة معروفة أنها ليكيد، ونعود نثمنوها بحيث نقصوا في النسبة تاع الحبوب اللي ترفع لنا من كمية البروتين في المنتجات، ونعود رومبلاسي باللاكتوسيروم، وهذا اللي راح ينتج عليه قيمة غذائية عالية. هذا المشروع بدأت فكرة عن طريق الحاضنة، بحيث لقينا دورات تكوينية وتدريبية وتوصلنا البروتوتيب تاعنا بفضل الله الحمد لله، والآن رانا في مرحلة الانتظار يعني باش نجسدوا المشروع تاعنا، ونستناو في التمويل إن شاء الله بإذن الله. خصنا تمويل وتخصنا أيضا دراسات قليلة يعني باش يكون البرودوي تاعنا إن شاء الله جاهز 100% بإذن الله. مستقبلا راح يكون تطوير لمنتجات أخرى، مثلا موجهة للأغنام، موجهة للدجاج البيض مثلا، أو أرانب الأحصنة، وفيما يشمل ذلك الثروة الحيوانية كاملة. السوق الأول المستهدف لنا هو ولاية المسيلة، خاصة في المنتج الموجه لأبقار الحلوب وكذلك الدجاج اللاحم يعني، ومقارنة بالأسعار المتواجدة في السوق، لأنه المنتج تاعنا المدى الأولية تاعه موانشر، راح يكون برودوي موانشر بنسبة كبيرة بزاف. إن شاء الله راح تكون تطويرات جديدة في المشروع بحيث راح يكتسح السوق بحصة سوقية كبيرة إن شاء الله بإذن الله. كانت فكرة وحبت تجسدها وحنا قمنا بالدعم تاعها، وهذه الفكرة تعتبر من أربع عناصر: أولا محافظة على البيئة، ثانيا إنتاج الدجاج والبقر اللاحمة، ثالثا بأننا منطقة رعوية ومنطقة فلاحية، تشجعنا بندعم الطالبة هذه بتقوم بالفكرة هذه وجسدها وتصبح مشروع إن شاء الله.